بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم متابعي مركز المريود للتاج الاعلامي، تحياتي لكم يا اخي، بارك الله فيكم، شكرا جزيلا على الدعم حقيقه الكبير اللي قاعدين نلقي منكم، قاعدين تقدمونا دعم كبير حقيقه، احنا شاكرين ومقدرين لهذا الجهد. حقيقه مركز المريود للتاج الاعلامي مختص في التراث وفي التراث كردفان بصفه خاصه وتراث السودان كله على وجه العموم. نحن عندنا مجموعة من الفيديوهات الناس شاهدتها على المركز وبعض الأغنيات المصورة أو الفيديو كليب لبعض الشباب. إحنا حقيقة ده مجالنا شغالين فيه، ونسأل الله إنه نقدر نقدم ما يفيدنا ويفيدكم. حقيقة إحنا مهتمين بالتوثيق لتراثنا. تراثنا حقيقة غني بالمواد، محتاجين لجهدكم ولجهدنا جميعا عشان نقدم تراثنا بصورة ترضينا وترضيكم. احنا شاكرين ومقدرين لجهدكم الكبير حقيقة في القناة في اليوتيوب وفي الفيس مركز المريد للإنتاج الإعلامي، وشاكرين لكل زول دعمنا في هذا المجال. حقيقة ان احنا متحدين خاصة مع الشباب المهتمين بالقناة، خاصة والأغنية الدراسية والأغنية الكردفانية، بنحتاج حقيقة للعمل للمزيد من الجهد في المرحلة القادمة. أنتجنا أغنيات لبعض الشباب، ولا زال املنا كبير انه ننتج لبعض الشباب حقيقه في المستقبل القريب. دعمكم سندنا ووقوفكم معنا هو الداعم لنا حقيقه. ادعمونا وشاركوا الفيديوهات اللي بننتجها وفي كل المواقع اللي انتم بتشوفوها ممكن تخدم انتشار الاغنيه الكردفانيه او الاغنيه التراثيه في كردفان في السودان عموما. تحياتي لكم، شاكر ومقدر لجهدكم، صلاح ابراهيم مريود، بارك الله فيكم، وكونوا على تواصل بالقناه في الفيسبوك وفي اليوتيوب.